نجحت الوساطة الأمريكية التي قادها السناتور ريتشارد لوغر في الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى المغاربة لدى جبهة البوليساريو في تندوف. 404 هو عدد المفرج عنهم والذين لم تتمكن وسائل الإعلام من التحدث إليهم، جلهم من الجنود والضباط الذين وقعوا في الأسر خلال معارك الصحراء الدارية ما بين سنوات 76 و 1991 تاريخ وقت إطلاق النار بالصحراء الغربية. منظمة الصليب الأحمر الدولي التي نسقت العملية مع كل الأطراف المعنية أكدت أن الإعداد استغرق عدة أيام. قضينا عدة أيام في المعسكرات وأشرفنا على فحوصات طبية لمعرفة مدى قابلية الأسرى للسفر، ثم طلبنا رأيهم في العودة الطوعية إلى المغرب، فرحبوا بذلك. أما السيناتور ريتشارد لوغر الذي زار الجزائر قبل وصوله إلى المغرب بمعية المفرج عنهم، فقد شكر كل الأطراف التي ساعدت على إنجاح هذه المبادرة الإنسانية، ما قد يشجع برأيه الأمم المتحدة على الدفع نحو إيجاد حل للأزمة. لقد عرضت على الرئيس بوتفليقة اقتراحا سأنقله إلى ملك المغرب لضرورة استغلال هذه الفرصة، علما بأن الوقت ملائم للدفع بهذه المبادرة والعودة إلى منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحل هذه المشكلة المستعصية. وفي المغرب، ورغم الطابع الرسمي الذي واكب وصول المفرج عنهم إلى أجدير، فإن الرباط جددت التأكيد على رفضها القاطع لما تصفه بالمساومة على ملف الأسرى. وفيما أجد الستار اليوم على مأساة إنسانية عمرت لأزيد من 25 سنة، يعلق المراقبون آمالا كبيرة على الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة إلى جانب دول أوروبية أخرى في تقريب وجهات نظر كل الأطراف المعنية بنزاع الصحراء والدفع في اتجاه إيجاد تسوية سياسية شاملة للمسألة. حسن الراشدي، الجزيرة، من مطار المسيرة بأجدير.